الإمارات مستمرة، أقوى وأفضل وأسرع، ثقة يجدد التأكيد عليها اليوم محمد بن راشد. أثبتتها دولتنا قيادة وشعبا وفرق عمل بمرونتها واستجابتها المتفردة للمتغيرات اليومية المتسارعة عالميا منذ بداية جائحة كورونا. فمع عودة الحكومة وموظفيها لاستكمال أعمالهم من الميدان وموصلة الإنجاز، تسجل حكومة الإمارات نجاحا عظيما باستمرار أعمالها على مدى الأشهر الماضية من هذا الظرف العالمي الاستثنائي، إذ عملت الحكومة بكفاءة عالية وبلا أي توقف، معتمدة على بنية تحتية قوية استثمرت فيها قيادتنا الحكيمة مبكرا برؤيتها الاستشرافية ومبادراتها الاستباقية، والتي مكنت جميع القطاعات من مواجهة كل الظروف ومواكبة أي تغيرات. وتقدم حكومة الإمارات اليوم نموذجا ملهما في تخطيطها الاستباقي، حيث إن إرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية، كما يؤكد ذلك محمد بن راشد، مشددا على أن القادم يحتاج منا إلى روح جديدة وتفكير مختلف وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء. وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة وشمولية وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية التي دشنها سموه في أول اجتماع للحكومة بعد عودتها للعمل الميداني، ستبقى الصحة فيها أولوية الجميع، فيها مسؤول عن سلامة الجميع. الإمارات تدرك تماما أن القادم سيكون للأفضل، وهي تمتلك من الرؤية والمثابرة والمبادرة والقدرات ما يؤهلها لتكون من أفضل دول العالم.